اهلا بكم على النمسا ميديا في معلومه طبيه جديده. المرض المعروف باسم جدر القرود او المانكي بوكس هو مرض فيروسي بينتمي لفصيله اسمها الاورثوبوكس فيروس. في منه نوعين. في 2022 و2023 حصل انتشار عالمي للمرض بسبب النوع الثاني، وفي اغسطس 2024 تم اكتشاف النوع الاول بره افريقيا كمان. اعراض المرض بتظهر غالبا على شكل طفح جلدي او تقرحات، وبتستمر من اسبوعين الى 4 اسابيع. بتيجي الاعراض على هيئه سخونه وصداع والام في العضلات والام في الظهر وتعب عام وانتفاخ الغدد الليمفاويه. المرض بينتقل من خلال الاتصال المباشر بشخص مصاب او من خلال مواد ملوثه او من الحيوانات المصابه، وكمان ممكن ينتقل للجنين لو الام الحامل مصابه. الفيروس بيصيب حيوانات زي السناجب والقرده، لكن لحد دلوقتي العلماء مش عارفين بالضبط ايه الحيوان اللي بيحمل الفيروس بشكل طبيعي. الطفح الجلدي عادة بيبدأ على الوجه وبعدين بينتشر لباقي الجسم، وممكن يظهر على راحة اليدين وباطن القدمين أو الأجزاء التانية اللي حصل فيها تلامس زي المناطق التناسلية. الطفح الجلدي في مرض المانكي بوكس بيبدأ غالبا كقرحة مسطحة، وبعدها بيتحول إلى بثور مليانة سائل، ومع مرور الوقت البثور بتجف وبتتحول لكراستس أو قشور وبعدين بتقع. في بعض الحالات المانكي بوكس ممكن يعمل مضاعفات خطيرة زي التهابات بكتيرية في الجلد، التهاب الرئة، التهابات في القرنية اللي ممكن تؤدي لفقدان النظر، وأيضا صعوبة في البلع وألم وقيء وإسهال وتعفن الدم والتهاب الدماغ والتهاب عضلة القلب أو الجهاز التناسلي. المانكي بوكس ممكن يكون قاتل في بعض الحالات، لكن ده بيحصل في حالات نادرة. تشخيص المرض ممكن يكون صعب لأن في أمراض تانية ممكن تشبهه زي الجدر المائي، الحصبة، التهابات الجلد البكتيرية، الجرب، الهيربس أو بعض الأمراض المنتقلة جنسية. افضل طريقه لتشخيص المانكي بوكس هو تحليل البي سي ار للكشف عن الحمض النووي الفيروسي، لكن تحليل الدم مش بيكون دقيق، والتطعيم ضد المانكي بوكس ممكن يمنع الاصابه خصوصا للاشخاص اللي في خطر كبير للاصابه اثناء تفشي المرض. لحد دلوقتي مفيش علاج مضاد للفيروسات اثبت فعاليته بشكل كامل لعلاج جدر القرود او المانكي بوكس. تم اكتشاف فيروس جدر القرده لاول مره في الدنمارك سنه 1958 في القرود اللي كانت محتجزه لاغراض البحث العلمي، واول حاله اصابه بشريه تم تسجيلها كانت لطفل عمره 9 شهور في جمهوريه الكونغو الديمقراطيه سنه 1970. بعد القضاء على مرض الجدري في 1980 وانتشار التلقيح ضده، بدا مرض المانكي بوكس يظهر تدريجيا في مناطق وسط وشرق وغرب افريقيا. في سنه 2003 حصل تفشي للمرض في الولايات المتحده بسبب حيوانات بريه مستورده، ومن سنة 2005 بقت آلاف الحالات بتتسجل سنوياً في جمهورية الكونغو، وفي 2017 المرض رجع يظهر في نيجيريا ومازال بينتشر بين الناس هناك. في مايو 2022 حصل تفشي مفاجئ للمرض وانتشر بسرعة في أوروبا والأمريكتين وباقي مناطق العالم. بالنسبة للمانكي بوكس، الوصمة والتمييز كانت موجهة بشكل خاص ضد المجتمعات اللي اتأثرت في البداية بالمرض زي الرجال اللي بيمارسوا الجنس مع رجال والأشخاص المتحولين جنسياً والمجتمعات المتنوعة جنسياً. منظمة الصحة العالمية بتشتغل مع الدول الأعضاء عشان تمنع وتستجيب لتفشي المرض. ده بيشمل تنسيق الأبحاث حول اللقاحات والعلاجات، تقوية أنظمة الصحة في الدول، وتسهيل الوصول العادل للقاحات والعلاجات وأدوات التشخيص. مدير الصحة العالمية أو مدير منظمة الصحة العالمية أعلن أن المانكو بوكس مثل حالة طوارئ صحية عالمية مرتين، الأولى في مايو 2022 والثانية في أغسطس 2024. برأيكم هل يتجه العالم نحو وباء جديد؟ إلى اللقاء.